السلام عليكم. نبدأ المحاضرة مع بعض إن شاء الله. النهاردة هناخد chemistry of protein. إيه هي البروتينز؟ إحنا قبل كده كنا اتكلمنا وعرفنا إن البروتين عبارة عن سلسلة من الأمينو أسيد، سلسلة كبيرة من الأحماض الأمينية جنب بعضها، وعرفنا نوع البوند اللي هي إيه؟ البيبتايد بوند. النهاردة هناخد الكلام ده بشكل عن قرب شوية يعني، ونزود ايه بعض المعلومات البسيطة. في الاول هنعرف ايه هي الفانكشن اوف البروتين، او اهمية البروتين في الجسم ايه. عندي في الجسم في حاجة اسمها انزيمات، انزيمات دي بتسرع لي التفاعلات اللي بتحصل داخل الجسم، يعني catalyzing الميتابوليك رياكشن. 99% من الانزيمز اللي موجودة في الجسم عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين. يبقى اول فانكشن من الفانكشن بتاع البروتين ان هي بتدخل في الاستراكتشر بتاع الانزيمز، والانزيمز بحتاجها في الجسم لايه؟ عشان بتعمل لي كاتالايزنج للميتابوليك رياكشن. طب هل بتدخل في تصنيع الانزيمز بس؟ لا، كمان بتدخل في تصنيع الهرمونز. كل برضو تقريبا نص الهرمونز اللي موجودة في جسمنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين، زي مثلا هرمون النمو جروس هرمون. يبقى انا عندي بتدخل في تصنيع الانزيمز، بتدخل في تركيب الهرمونز. كمان لو تسمعوا عن الهيموجلوبين، كلنا نعرف الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده اللي بيبقى موجود داخل كرات الدم الحمراء. الهيموجلوبين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين. وظيفته ايه الهيموجلوبين؟ ان هو يشيل الاكسجين ويبدأ ان هو ينقله لكل خلايا الجسم، ينقل الاكسجين من الرئتين ويروح يوديها لكل التشو او كل الخلايا اللي موجودة عندي في الجسم. الهيموجلوبين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين. كمان البروتين بيدخل عندي في الاستراكتشر. الكولاجين اللي موجود في الشعر، اللي موجود في الضوافر، اللي موجود في الجلد، الحاجات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين. يبقى بيدخل في الاستراكتشر عندي. كمان ليه وظيفة في ترانسبورت، النقل، ان هو يبدأ ينقل لي حاجة من مكان لمكان. برضو اكيد تسمعوا عن بروتين اسمه الالبومين. الالبومين ده وظيفته في الدم ان هو يبدأ يشيل مواد ينقلها من مكان لمكان، يعني يروح يشيل حاجة مثلا من الدم يروح يوديها للكبد، يشيل حاجة وهكذا، يعني يشيل حاجة من هنا لهنا. ده بيعمل ترانسبورت، يبقى ترانسبورتينج مولكيولز زي الالبومين، زي الترانس في حاجة اسمها ترانسفيرين. ترانسفيرين ده اللي هو بينقل لي الحديد برضو فين؟ في الجسم. كمان اخر وظيفة للبروتين الاستورج، اللي هي التخزين. في بعض الحاجات بتتخزن في الجسم بتبقى على شكل بروتين، زي ايه؟ زي لو تسمعوا الفيريتين. يعني كده في الفترة اللي فاتت دي كنت الناس تسمع عن تحليل الفيريتين. الفيريتين ده عبارة عن ايه؟ ده الاستورج اوف الايرن، او مخزون الحديد اللي في الجسم. الفيريتين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين. يبقى لما اقول ايه هي اهمية البروتين، البروتين ليه اهمية كبيرة جدا جدا، او ليه فوائد كتير جدا جدا في الجسم. يدخل في تركيب الانزيمات، يدخل في تركيب الهرمونات. الهيموجلوبين اللي عندي اللي داخل الار بي سيز او داخل كرات الدم الحمراء عبارة عن بروتين. الكولاجين اللي موجود عندي في الشعر وفي الضوافر عبارة عن بروتين. ليه وظيفة عندي في الاستورج، زي الفيريتين اللي هو مخزون الحديد في الجسم، ده عبارة عن ايه؟ الفيريتين ده عبارة عن بروتين. كمان ليه دور في عملية ترانسبورت، او ينقل لي حاجة من يعني شغال زي تاكسي كده. في بعض البروتينز في الجسم بتبقى بتشغل كايه؟ كترانسبورت، ينقل لي حاجة من مكان لمكان، زي الالبيومين وزي الترانسفيرين. طيب وعرفنا ان البروتينز بتتكون من ايه؟ بتتكون من كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين، دول الميجر كومبوننتس، لان هما بيتكونوا من امينو اسيد. وعرفنا ان الامينو اسيد امينو يبقى فيه مجموعه امينو جروب، واسيد فيه مجموعه كربوكسيليك جروب. فهو في كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين، دول الاساسي اللي عندي. وقلنا كمان ان ممكن يبقى فيه سلفر، لما قلنا ان وجود الداي سلفايد بوند عندي يبقى ممكن يكون بيحتوي على سلفر، وكمان ممكن الاقي ايه؟ فوسفورس في التركيب اللي عندي. يبقى انا عندي الميجر كومبوننت، الكومبوننتس الاساسيه اللي بيتكون البروتين، هي الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين. لكن الكومبوننتس اللي قليله اللي الاقيها بكميه قليله هي السلفر او الفوسفورس. طيب البروتينز بتتكون ازاي؟ بتتكون من امينو اسيد. اجيب امينو اسيد مع امينو اسيد وابدا اعمل، احنا اتفقنا ان البوليمر بيتكون عن طريق
الكوندنسيشن اوف المونيمر. يعني لو جبت اتنين امينو اسيد مع بعض عملت لهم كوندنسيشن يعني حطيتهم مع بعض ونزعت منهم ميه هيديني البوليمر. نفس الكلام انا اجيب اتنين امينو اسيد مع بعض يرتبطوا مع بعض انزع منهم ميه هيبداوا يرتبطوا مع بعض ويديني حاجه اسمها داي بيبتايد. يبقى انا عندي اتنين امينو اسيد اتنين امينو اسيد هيرتبطوا يديني داي بيبتايد. ما دام اتنين يبقى هيديني داي بيبتايد. طب معنى كده ان هما داي بيبتايد يبقى داي بيبتايد معناهم اتنين امينو اسيد. معنى كده ان هما اتنين امينو اسيد يبقى فيهم كام بيبتايد بوند؟ تمام هيبقى فيهم 1 بيبتايد بوند. يبقى انا عندي الداي بيبتايد اللي فيهم اتنين امينو اسيدز اتنين امينو اسيدز هيبقوا ماسكين مع بعض ايه ببوند واحده اللي هي 1 بيبتايد بوند. طب لو 3 امينو اسيد هيديني ايه؟ هيديني تراي بيبتايد. طب لو 4 امينو اسيد هيديني تترا بيبتايد. طيب لو عدد الامينو اسيد من 5 بقى ل 10 هسميه اوليجو بيبتايد. لو العدد زاد عن 10 وصل لحد 50 هسميه بولي بيبتايد. يبقى انا عندي لو 2 امينو اسيد مع بعض داي بيبتايد، 3 تراي بيبتايد، 4 تترا بيبتايد. احنا كده هنفضل نعد، لا هنقول بقى من 5 ل 10 يبقى اوليجو بيبتايد، ومن 10 ل 50 هيبقى بولي بيبتايد، وفي طبعا ممكن يبقى اكتر من 50، وفي الحاله دي هنقول ان ده بروتين. يبقى انا لو عندي عدد الامينو اسيد اقل من 50 هقول عليه بولي بيبتايد، لو زاد عن 50 يبقى ده ايه؟ خلاص ده بروتين. طيب نشوف الاول ايه هي الامينو اسيدز، او زي ما شفنا ان البروتين عباره عن سلسله من الاحماض الامينيه. ايه هي بقى الاحماض الامينيه اللي بيتكون منها البروتين، او الوحده البنائيه للبروتين هي الامينو اسيد او الاحماض الامينيه. الامينو اسيد زي ما قلنا من اسمها امينو اسيد، كلمه اسيد يبقى موجود في وجود السي او او اتش اللي هي الكربوكسيليك جروب، وامينو يبقى وجود الامينو جروب اللي هي الان اتش 2 جروب. يبقى لازم الاقي الاثنين دول موجودين عندي. واحنا اتفقنا ان الامينو جروب بتاعتي تبقى بيزك. يعني ايه بيزك؟ احنا خدنا ان الان اتش 2 لما تبقى موجوده في الشكل الايونايزد بتكتسب هيدروجين ولا بتفقد هيدروجين، يعني تبقى عليها بوزيتيف تشارج ولا نيجاتيف تشارج. الكلام ده قلناه تقريبا في تاني محاضره. يبقى الامينو جروب هنا ان اتش 2 بتبقى بيزك، معنى ان هي بيزك يعني بتكتسب هيدروجين او بتكتسب بروتون عندي ويصبح البوزيت عليها بوزيتيف تشارج، يبقى تتكتب ان اتش 3 بوزيتيف. لكن الكربوكسيل جروب اللي هي سي او او اتش دي اسيديك، معنى ان هي اسيديك يعني بتقدر ان هي تفقد الهيدروجين، وبدل الهيدروجين بحط ايه؟ نيجاتيف تشارج. يبقى الامينو جروب اللي هي الان اتش 2 بيزك، يعني ممكن اكتبها ان اتش 3 وفوقيها بلس كده، حط فوقيها موجب. لكن السي او او اتش دي اسيديك يعني بتقدر ان هي تفقد الهيدروجين وتحمل نيجاتيف تشارج. طب انا عندي عدد الامينو اسيد قد ايه؟ عندي تقريبا 300 امينو اسيد موجودين في الطبيعه، لكن 20 منهم بس هم اللي بيدخلوا في تركيب البروتين. يبقى الامينو اسيد دي كتيره جدا، تقريبا 300 نوع، لكن اللي بيدخل في تركيب البروتين او اللي يخصنا النهارده ان احنا بنتكلم عن البروتين هم 20 امينو اسيد. طب ايه هو الاستراكشر بتاع الامينو اسيد؟ زي ما قلنا ان هو هيحتوي على كربوكسيليك جروب، ادي سي او او اتش، نحط سي او اتش. اول ما نسمع امينو اسيد انا مش هحفظ، انا فاهمه امينو اسيد، اسيد يبقى فيه كربوكسيليك جروب سي دبل بوند او او اتش او سي او او اتش، وامينو اللي هي ان اتش 2. حطيت المجموعتين، المجموعه دي والمجموعه دي، ادي المجموعه دي وعندي المجموعه دي. ده من الاسم بس كده، مجرد امينو اسيد عرفت ان انا عندي المجموعتين دول. كمان لازم يكون موجود عندي حاجه تشيل المجموعتين دول، يعني الاثنين دول مين اللي هيشيلهم او مين اللي هيتصل بيهم؟ هلاقي الكربونيه دي اللي هي اللي في النص، الكربونيه دي هتيجي في النص تشيل الكربوكسيل جروب وتشيل الامينو جروب. طيب الكربونيه دي تكافؤها ايه؟ التكافؤ بتاعها بيبقى عارفين ان هو التكافؤ بتاع الكربون رباعي، يبقى ناقص لها ايه؟ رابطتين، رابطه متصله بالامينو جروب ورابطه متصله بالكربوكسيليك جروب. يبقى هي كده ناقص لها ايه؟ ناقص لها رابطتين، رابطه هتبقى مع اتش والرابطه الثاني ما هنكتب ان هي ار او سايد تشين. ايه هي الار او سايد تشين؟ يعني ممكن تكون اتش، ممكن تكون سي اتش 3،
ممكن تكون CH2 CH3 يعني على حسب، ممكن تكون طويلة قصيرة، هنا يكتب أي حاجة تاني تتصل بأي مجموعة تاني، لكن ال H هنا ثابتة. يبقى أنا الاستراكتشر بتاع الأمينو أسيد الأساسي اللي معايا اللي هو الجزء ده، ده اللي ثابت عندي في كل الأمينو أسيد، اللي هي CH متصل بيها COOH وNH2 CH في النص، ومعاها مجموعة كاربوكسيليك جروب ومجموعة أمينو أسيد جروب، ومعاها الار. الار دي بتختلف بقى، ممكن تكون H، ممكن تكون CH3، ممكن بناء عليها بيتم تسمية الأمينو أسيد. يعني لو هي H هيتسمى كذا، لو هي H هتتسمى كذا، لو هي CH3 هيبقى ليه اسم تاني بناء عليها يتسمى الأمينو أسيد. زي ما احنا شايفين هنا ان دي الكربوكسيليك جروب ودي الامينو جروب. الكربوكسيليك جروب قلنا ان هي بتقدر ان هي تفقد البروتين وتحمل نيجاتيف تشارج، والامينو جروب بتقدر ان هي تكتسب بروتين وتحمل البوزيتيف تشارج، ودي الهيدروجين، وعندي تحت دي الار او السايد تشين بتاعتي. طيب الكربونيه دي اللي متصله او اللي شايله الامينو جروب وشايل الكربوكسيليك جروب، بقدر ان انا اسميها اقول عليها الفا. انا لو جيت عديت في طريقه للعد ان انا ممكن اعد من اول الكربونيه دي، فاقول ان دي 1 ودي ايه ودي 2. في طريقه تاني ان انا ايه اعدها تعتبر باللاتيني، فما اجيش عندي ابدا بالعد من ذره الكربون اللي بعد الكربوكسيليك، فاقول ان دي الفا. فالكربونيه دي اللي هي في اللي هي شايله الامينو جروب ومتصل بالكربوكسيل جروب بسميها ايه؟ بسميها الفا. الفا ليه؟ لان هي متصله هي اللي موجوده بعد الكربوكسيل جروب على طول. الكلاسيفيكيشن اوف الامينو اسيد الاحماض الامينيه عشان نعرفها بنبدا ان احنا نقسمها، بس في اكتر من نوع من الكلاسيفيكيشن او التصنيف. ممكن اقسمها على حسب الاستراكشر بتاعها، فاقول ان ده كيميكال كلاسيفيكيشن، وممكن اقسمها على حسب اهميتها في الجسم، الاهميه الغذائيه بتاعتها، فاقول نيوتريشنال كلاسيفيكيشن. وممكن اقسمها على حسب الميتابوليزم بتاعها او نهايتها في الجسم هتنتهي بايه، فسميها ميتابوليك كلاسيفيكيشن. يبقى الكيميكال كلاسيفيكيشن والميتابوليك كلاسيفيكيشن مش هناخدهم مع بعض، كفايه عليكم النيوتريشنال كلاسيفيكيشن. الكيميكال كلاسيفيكيشن هنا في الكيميكال كلاسيفيكيشن بيقسم الامينو اسيد مثلا ان دي اروماتيك يبقى بتحتوي على بنزين رينج، لا ده هيتيرو سايكليك وهكذا. احنا مش هنتطرق للجزئيه دي. وممكن يبقى ليها تقسيمه تاني برضو في الكيميكال كلاسيفيكيشن، هي بتحتوي على بوزيتيف تشارج ولا نيجاتيف تشارج ولا ايه بالظبط. الميتابوليك كلاسيفيكيشن على حسب مثلا نهايه الامينو اسيد في الجسم، لو بينتهي بجلوكوز يبقى جلوكوجينيك، لو بينتهي بكيتوجينيك ولا ميكسد بتنتهي بالاثنين برضو مش هناخدها. هناخد النيوتريشنال كلاسيفيكيشن او الكلاسيفيكيشن اوف الامينو اسيد اكوردنج تو نيوتريشن، بناء على النيوتريشن. يعني ايه؟ هقسم الاحماض الامينيه بناء على الاهميه الغذائيه بتاعتها في الجسم. يعني هشوف لو الجسم بتاعي لو لازم اخدها في الدايت، لو لازم اخد الامينو اسيد دي في الدايت وفي الاكل بتاعي، يبقى كده هقول عليها اسينشال. كلمه اسينشال يعني ضروريه، يبقى لو لازم او ضروري ان انا هاخد الامينو اسيد دي في الاكل بتاعي، لازم اخدها من بره والجسم ما يقدرش يصنعها، يبقى انا هسميها اسينشال امينو اسيد. لو الامينو اسيد دي جسمي يقدر يصنعها ومش لازم ان انا اخدها، مش شرط ان انا اخدهم في الدايت، يبقى هسميها نون اسينشال. وفي حاجه ثالثه بين البنين بسميها سيمي اسينشال امينو اسيد. يبقى هقسم الامينو اسيد عندي لثلاث انواع: اسينشال امينو اسيد، ودي دي لازم اسينشال يعني ضروري او لازم، احماض امينيه ضروريه او لازمه، يبقى لازم ان انا اخدها في الدايت، يبقى دي الجسم ما يقدرش يصنعها واخدها في الدايت عندي. النون اسينشال اللي هو مش شرط ان انا اخدها في الدايت لان الجسم بيقدر ان هو يصنعها. السيمي اسينشال امينو اسيد اللي هي بين البنين هنشوفها دلوقتي مع بعض، يعني ايه بين البنين. يبقى انا عندي كام نوع من الامينو اسيد اللي بتدخل في تركيب البروتين؟ عندي 20 نوع من الامينو اسيد. ببدا اقسم ال 20 نوع من الامينو اسيد دول الى جزء هسميه اسينشال، يعني لازم اخده في الدايت، لازم اهو اكله واخده في الدايت، يا اما يحصل نقص عندي في الحاجات دي لازم اخدهم علشان الجروس وعشان الفانكشن بتاع البروتينز اللي موجوده في الجسم. وفي جزء تاني بسميه نون اسينشال، ده المصنع الداخلي يعني الجسم هو اللي بيصنعه. ما
وفي حاجه هتبقى سيمي نون اسينشال. يبقى اول نوع الاسينشال امينو اسيد زي ما قلنا ان هو كانت بي سينثايزد باي ذا بودي، محتاجين ان احنا ناخدهم في الدايت ومحتاجينهم ايه للجروث، ودول 10. يبقى انا هقسم ال 20 امينو اسيد ل 10 و10. ال 10 الاولانيين اللي هم الاسينشال امينو اسيد اللي لازم اخدهم في الدايت، ودول الايزوليوسين والليوسين واللايسين والفالين والميثيونين والفينايل الانين والتريبتوفان والثريونين والهيستيدين والارجينين. العشرة دول بيقدر الجسم ما بيقدرش ان هو يصنعهم، فلازم ان انا اخدهم فين في الدايت. لازم الاكل اللي باخده يكون بيحتوي على العشرة امينو اسيد دول عشان ما يحصلش فيهم نقص، وعلشان احتاجهم ايه للجروس. نلاحظ بقى ان انا عندي هنا اخر اتنين اللي هو الهيستيدين والارجينين. الاتنين دول بقى اللي بيحصل ان الاتنين دول يعني في الجسم يقدر يصنعهم. الادلت الانسان البالغ بيقدر يصنع الهيستيدين والارجينين، لكن الاطفال ما بتقدرش ان هي تصنعهم. فدول يعتبروا بين البنين اللي احنا قلناهم اللي هي السيمي اسينشال امينو اسيد، ان في ناس تقدر تصنعهم ان هم الناس البالغين، لكن الاطفال ما بتقدرش تبلغهم ما تقدرش ان هي تصنعهم. فانا مش عارفه انا احطهم تبع الاسينشال ولا النون اسينشال، فبدانا نحطهم في كلاس لوحديه وسميناه سيمي اسينشال اللي هي بين البنين. الاطفال ما بتقدرش تصنعهم، لكن الادلت بيقدر ان هو ايه الادلت بيقدر يصنع. يبقى سيمي اسينشال امينو اسيد. نرجع قلنا هنا العشرة اسينشال امينو اسيد اللي هم دول الجسم ما يقدرش يصنعهم، لكن يبقى لازم اخدهم، ما يقدرش يصنعهم يبقى لازم اخدهم في الدايت. النوع الثاني اللي هو السيمي اسينشال امينو اسيد اللي هم اتنين بس، ارجينين وهيستيدين. الارجينين والهيستيدين الاطفال ما تقدرش تصنعهم، لكن الادلت اللي هم البالغين بيقدروا ايه يقدروا يصنعهم، هم الاثنين دول بس. النون اسينشال امينو اسيد هم العشرة الباقيين، ودول الجسم بيقدر ان هو يصنعهم، يعني مش شرط ان انا اخدهم في الدايت، زي الالانين والجلايسين والسيرين والسيستين والبرولين والتايروزين والجلوتاميت والاسبارتيت والجلوتامين والاسبرجين. يعني كده انا عندي ال 20 امينو اسيد، عشان الناس ما تتلخبطش، انا عندي 20 امينو اسيد هقسمهم لنوعين، 10 منهم اسينشال و10 نون اسينشال. ال10 الاسينشال دول اسينشال يبقى لازم او ضروري ان انا اخدهم في الدايت، معنى كده ان جسمي ما يقدرش يصنعهم، اللي هم ال10 اللي فاتوا. النون اسينشال امينو اسيد بقى نون اسينشال، يبقى مش ضروري، مش شرط ان انا اخدهم في الدايت، فبالتالي جسم بيقدر ان هو يصنعهم. امال ايه السيمي اسينشال امينو اسيد دول؟ عندي اتنين اللي هم الارجينين والهيستيدين اللي موجودين في الاسينشال دول، الادلت يقدر ان هو يصنعهم، يعني الادلت مش لازم ان هو ياخدهم فين في الدايت، لكن الاطفال لازم تاخدهم في الدايت لانه الجسم بتاعه ما بيقدرش ان هو ايه يصنعهم. البيبتايد بوند فورميشن، ازاي بتتكون البيبتايد بوند؟ احنا اتفقنا ان البيبتايد بوند هتتكون هي البوند اللي بتربط لي الامينو اسيد ببعضها عشان تديني البوليبيبتايد او البيبتايدز او البروتين. فلو شفنا ادي امينو اسيد اولاني، اتفقنا الامينو اسيد بيميز وجود الامينو جروب ووجود الكربوكسيليا جروب، وعندي امينو اسيد تاني، واتفقنا ان بيحصل هيرتبطوا مع بعض عن طريق الكوندنسيشن او نزع ميه، بيتم نزع الاو اتش من الكربوكسيليك جروب بتاع الامينو اسيد الاولاني مع الهيدروجين من الامينو جروب بتاع الامينو اسيد التاني، وهنزع ميه فبتتكون عندي سي دبل بوند او ان اتش، هي دي البيبتايد بوند. انا عندي هنا دلوقتي امينو اسيد 1 وامينو اسيد 2، فاقدر اسمي ده هسميه ايه، داي بيبتايد ولا تراي بيبتايد؟ لا، دول اتنين امينو اسيد بس، يبقى هسميه داي بيبتايد. يبقى الداي بيبتايد معناه 2 امينو اسيد لينكد باي 1 بيبتايد بوند. يبقى الداي بيبتايد فيه كام بيبتايد بوند؟ فيه 1 بيبتايد بوند، لكن هو بيحتوي على اتنين امينو اسيد ماسكين مع بعض ب1 بيبتايد بوند.
طيب انا عندي المركب اللي فات ده اللي هو المركب الاولاني ارتبط مع الامينو اسيد الثاني بالبيبتايد بوند او الاميد بوند، جه امينو اسيد ثاني عايز يمسك فيهم، هيحصل بنفس الطريقه ان انا هنزع او اتش من الكربوكسيل جروب بتاع الامينو اسيد 2 مع الهيدروجين اللي موجوده في الامينو جروب بتاعه الامينو اسيد رقم 3 وبتتكون. تمام، يبقى ده هيبقى اسمه تراي بيبتايد. يبقى تراي بيبتايد فيه 3 امينو اسيد وفيهم كام بيبتايد بوند؟ فيه 2 بيبتايد بوند. يبقى عدد البيبتايد بوند انا هشوف هما كام واحد ماسكين في بعض واطرح منهم واحد. يعني انا عندي هنا تراي بيبتايد يعني 3 امينو اسيد، يبقى فيهم كام بوند؟ فيهم 2 بيبتايد بوند، 2 بيبتايد بوند. طيب هنا بقى بنقول ان الليفت سايد لو انا بصيت بقى وهكذا، لو انا عايزه امينو اسيد تاني رابع جه هيجي يمسك هنا، هحوش الاو اتش هنا واحط رابطه ان اتش واحط المركب او الامينو اسيد الرابع ويديني التترا بيبتايد. طيب لما بص بقى وهكذا يفضل يتكونوا مع بعض يتكونوا مع بعض لحد ما تديني بولي بيبتايد تشين بقى اوصل ل 50 امينو اسيد او اكتر من 50. طيب لو بصيت بقى للتشين اللي عندي او السلسله الكبيره من الامينو اسيد هلاقيها من ناحيه الشمال اللي هو عند اول امينو اسيد كانت بادئه بان اتش 2 اللي هي الامينو جروب، يبقى الامينو جروب هنا كانت موجوده على الليفت سايد الجنب الشمال ناحيه ايدك الشمال اهو، ده الامينو جروب وده هسمي الناحية دي ان ترمينس. ان ترمينس يعني النهاية اللي بتنتهي بالامينو جروب، يبقى ده كانت بداية السلسلة. يبقى بداية السلسلة هنا زي ما بدأنا واول ما شفنا ازاي اتنين امينو اسيد ارتبطوا مع بعض، ده كان الامينو اسيد رقم واحد، فالبداية هنا كانت بالامينو اسيد رقم واحد، هلاقي ان انا عندي ان اتش 2 ليه؟ لان المركب ده او الامينو اسيد ده ارتبط عن طريق كربوكسيليك اسيد جروب بتاعته مع الان اتش 2 بتاع الامينو اسيد التاني. فدايما السلسلة بتاع البيبتايد او بتاع البروتين بتبقى على ايدي الشمال الاقي مجموعة امينو جروب وهسمي الناحية دي ان ترمينس، بما انها امينو يعني فيها ان يبقى هسميها ان ترمينس. لكن على العكس لما ابص على الجانب اليمين هلاقيها ايه؟ هلاقيها الكربوكسيليك جروب ودي هسميها السي ترمينس، سي مدام فيها سي سي او او اتش هسميها سي ترمينس. يبقى انا عندي اي لو انتوا جربتوا بقى حطيتوا 10 امينو اسيد وربطتوهم مع بعض او 50 او اكتر او 5 او 3 او 4 هتلاقوا على ايدك الشمال في الان ترمينس وعلى الايدك اليمين هتلاقي السي ترمينس. يبقى انا لو سالت الان ترمينس ده او النهايه اللي هي الان دي بتبقى فيها امينو جروب ولا كربوكسيليك جروب؟ لا بتبقى فيها امينو جروب. طب بتبقى ليفت ولا رايت؟ بتبقى ليفت، لكن الكربوكسيليك جروب بتبقى رايت وبتبقى بنسميها سي ترمينس. يبقى احنا عرفنا ايه هي البيبتايد بوند وعرفنا ان هي البوند اللي بتبدا تربط لي امينو اسيدز مع بعضها، وعرفنا ان البيبتايدز اللي بتحتوي على اكتر من 10 امينو اسيدز بقول عليها من 10 ل 50 بقول عليها ايه؟ بولي بيبتايد. واحنا عرفنا مع بعض ايه هي الاحماض الامينيه او الامينو اسيد ازاي بيرتبطوا مع بعض وتتكون البيبتايد بوند، وعرفنا البولي بيبتايد تشين او البروتين عندي هيبقى فيه نهايتين، نهايه من ناحيه ايدك الشمال ودي هنسميها الان ترمينس ودي بتبقى فيها الامينو جروب، ونهايه تاني من ناحيه ايدك اليمين ودي هنسميها الكربوكسيليك جروب او السي ترمينس. وعرفنا كمان ان لما اتنين امينو اسيد يرتبطوا مع بعض هسميه داي بيبتايد. يبقى الداي بيبتايد تعرفها ان انا عندي 2 امينو اسيد مرتبطين مع بعض ب1 بيبتايد بوند، لكن التترا بيبتايد او التترا بيبتايد هيبقى عباره عن 4 امينو اسيدز مرتبطين مع بعض ب3 بيبتايد بوند. كده المحاضره انتهت ان شاء الله، نشوفكم إن شاء الله في محاضرة غيرها.